أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام ومستمعينا في هذا الجزء من الحلقة. مواقع التواصل الاجتماعي تظهر على الشاشة تبعاً كورة روتانا دوت نت ميل البرنامج وكورة شو على الفيسبوك والبرنامج على اليوتيوب. الأستاذ محمد القدادي والأستاذ خالد قاضي معنا من جدة هما ضيفا هذه الحلقة للشباب والاتحاد. مباراة مثيرة من الدقائق الأولى وحتى نهاية المباراة. أهداف، ضربات جزاء، احتجاجات، شاهد التقرير. انتهى لقاء قمة الجولة الخامسة في بطولة دوري زين السعودي للمحترفين، والذي جمع الشباب بالاتحاد بالتعادل بهدفين لمثلهما. جاءت المباراة متوازنة من الطرفين ومتشابهة لحد كبير، فالفرص تكاد تكون متساوية، وحتى الشد العصبي كان واضحا على أفراد الفريقين. افتتح جيباروف الفرص الشبابية مع الدقائق الأولى من خلال تسديدة من خارج المنطقة، فكرة في الشبك الجانبي وأخرى في العارضة. يرد الاتحاد بطريقة مماثلة، فيسارية من باولو جورج تعتري العارضة، وأخرى من البرازيلي ويندل يتصدى لها وليد عبدالله ويبعدها لضربة زاوية. ضربة جزاء اتحادية بعد إعاقة تفاريس لنايف هزازي، وزيايا يسجل أول أهداف اللقاء رغم محاولات وليد عبدالله. عودة شبابية لم تتأخر، وضربة جزاء شبابية احتج عليها الاتحاديون كثيرا. يتقدم لها الشمراني ويضعها بثقة على يمين مصطفى ملائكة. سيطرة الاتحادية مع بداية الشوط الثاني، وبروز للنجم الاتحادي نايف هزازي الذي ينطلق بكرة على الجهة اليسرى ويمررها على طبق من ذهب لزيايا الذي يسددها تقف لها العارضة بالمرصاد. لم يمض وقت طويل حتى يتحصل الاتحاد على ضربة جزاء أخرى إثر دخول عنيف من حسن معاذ على النمري. نايف هزازي سجل بكل ثقة رغم الإعادة. يحاول الشباب إدراك التعادل ويعود للتسديد من خارج المنطقة، فوجود حسن معاذ جعل الشباب يتميز بهذه الخاصية التي أثمرت إحداها عن هدف التعادل الذي سجله مختار فلاتة بعد ارتداد الكرة من مصطفى ملائكة. بعدها احتج الاتحاديون على الهدف لعدم إيقاف لاعب الشباب للكرة بعد إصابة نايف هزازي، ووقفوا منتظرين فإذا بهم يتفاجأوا بالكرة تلج شباكهم، لينتهي اللقاء بالتعادل الإيجابي وأولى العثرات الشبابية هذا الموسم. هذا هو تقرير المباراة. مباراة كانت مثيرة من كلا الطرفين. أبدأ معاك أبو سطر. والله أنا أعتبرها عودة جميلة للدوري ومباراة مميزة، رغم أنه كان كل فريق كأنه مغلق منطقته، لأنه لو تلاحظ الأهداف كلها جاية عن طريق كرات ثابتة. الاتحاد رغم غياب رباعي أساسي فيه، لكن كان كأنه أفضل بشكل واضح عن الشباب. ما أعرف ليش الشباب، هل أثر عبد عطيف عليها كان واضح لهالدرجة؟ لأنه طريقة طبعا اختلفت، الآن أصبح يلعب على الأطراف، أول كان عن طريق المحور وعمق الملعب. لكن أعتبرها من المباريات الجميلة، والأهداف زادتها بهجة رغم أنه كرات ثابتة. المباريات الأخرى نحن نتكلم عنها بالتفصيل، بس خلينا في المباراة هذه. الاتحاديين كان عندهم اليوم احتجاجات كثيرة على 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 ضربة الجزاء الشبابية وعلى الهدف الثاني الشبابي. هذا يعني كان واضح من لاعبي الاتحاد، يعني تجمهروا على الحكم وكان عندهم نوع من الاحتجاج على الهدفين. والله شوف، مبرر ولا مش مبرر من حيث الشكل؟
مبرر، لكن من حيث لما تجي تطابق الحالة تماما غير مبرر ترى. ضربة جزاء صحيحة نعم. حقت الشباب. إيه. شايف كيف؟ من حيث الشكل نعم هو جل الكرة، لكن في النهاية اللاعب كأنه منع عن الاستفادة منها. سواء بقصد أو بدون قصد في النهاية القانون ما يفرق في هذه المسألة والعملية داخل المنطقة. حتى لو ما كان شايف اللاعب. حتى لو ما كان شايف، لأنه تخيل لو لا سمح الله نفس الحركة صارت في لاعب آخر، ما نحكي عن الحالة هذه، حالة مشابهة لها في أي ملعب آخر. ولا سمح الله توفي اللاعب، نقول والله ما كان من غير قصد. لا، في النهاية الحدث واحد ما يفرق. لكن قلت لك من حيث الشكل نعم قد تبدو الوهلة الأولى أنه ما هي ضربة جزاء. أنا كأني أرى، وأنا مش مختص كثير زي الأخوة الحكام في هالمسألة، هم أجدر مني بالحديث عنها، أنها ضربة جزاء صحيحة. طيب أبو عنان، تعليقك على المباراة. نعم نعم، والله شوف هالمباراة هذه يا تركي، أنا أعتقد الشباب طبعا على اعتبار أنه دخل وهو صاحب الترشيحات الأكبر في الفوز، وأنه على اعتبار أنه الاتحاد ريح لعيبته الدوليين اللي شاركوا أمام تايلاند، لكن والشباب هذا لازم الشعور هذا إلى نهاية المباراة. لكن أنا أعتبر هذه المباراة أفضل مباراة في الدوري من الناحية الفنية، وإذا كان اللاعبين كلهم كانوا نجوم، شفنا دفاع الاتحاد كيف. دفاع الاتحاد ترى هو سر قوة الفريق الاتحادي. لو ترجع لتأهل الاتحاد لدور الأربعة الآسيوي أمام فريق سول في كوريا، دفاع الاتحاد تحمل عبء المباراة. اليوم الشوط الثاني تحمل الاتحاد عبء المباراة، شفنا خبرة ديمتري، حتى ويندول البرازيلي كان بيرجع محور، الحكم أيضا عبد الرحمن العمري أتصور أنه أعاد للتحكيم السعودي أو التحكيم المحلي الثقة الجماهيرية، شفنا قرارات جدا كانت سليمة. أنا في رأيي وخبرة المتواضعة أنه أخذ على الحكم عبد الرحمن العمري في سقوط نايف هزازي في الكرة اللي تعادل منها الشباب، كان لابد الحكم انه يكون قراره واضح، يا اما انه هذه اشارة معروفة انه استمرارية اللعب او انه يوقف اللعب، فهذا كان مصدر احتجاج لعيبة الاتحاد. نقطة الضعف اللي كانت في الاتحاد اتصور حارس مرمى الفريق الاتحادي اللي شفنا ارتدى كرة سجل منها مختار فلاتة المنضم هذا السنة من الوحدة للشباب، شفنا كرة سقطت منه، لكن الفريق الاتحادي من جديد يؤكد انه لا يتأثر بغياب، يعني ممكن لما نتكلم على محمد نور وعلى أسامة المولد وعلى مبروك زايد لا مسكها الكبير وسعود كريل أيضا، لكن الاتحاد اليوم يؤكد. أنا حبيت أوضح نقطة فنية كنت أخذت فيها رأي الأستاذ غازي كيال اللي هي ضربة الجزاء اللي قدامنا، كثير ناس يفكروا أنها ارتدت من القائم ولا يحق لزيايا أنه يكملها. لا، القانون طالما لمست يد حارس الشباب فهي كرة في اللعب، وعشان كده كملها زيايا وكان هدف صحيح. أتصور الجزئية الأخيرة على عدم إشارة اللعب لاستمرارية اللعب كانت هي الماخذ الوحيد على عبد الرحمن العمري. أنا من حقي أتساءل تركي، بنشوف لاعبين ما شاء الله يعني رغم الإرهاق ورغم هذا حتى العاديين من المنتخب نتمنى نشوف يعني 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 نص الحماس هذا اللي بنشوفه في اللاعبين والروح القتالية نشوفه في المنتخب، ودائما لما احنا نتكلم على هذا الكلام يقولوا الوطنية ما الوطنية، والله لا نشك في ولا نزايد في وطنية اللاعبين، ولكن أتمنى بالذات من اللاعبين المحليين نتمنى نشوف هذا الحماس وهذا الروح لما يكونوا مع المنتخب، لأنه المنتخب برضو هو الدوري أصلا وضع عشان تقوية المنتخب. المباراة هذه حتى اليوم أتصور هي المباراة الأقوى شفنا. طيب أبو عنان، الشباب أبو عنان لما سألت الحكم كيان سألته عن ضربة الجزاء الأولى، أنا سألت وهو خبير تحكيمي يعني يأخذ برأيه، الأستاذ غازي كيان قال تنفيذ ضربة الجزاء صحيحة. لا أنا أقصد ضربة الجزاء اللي احتج عليها الاتحاديين. أنا والله أنا كرأي شخصي يعني أنا أشوف إنه البلنتي اللي احتسب على حمد المنتشري يعني ما كان صحيح، وفكرني بمسرحية عادل إمام لما قال ضربني بوشه على إيدي. المهاجم الشبابي كان مندفع من الخلف، ولكن رأي الأستاذ غازي كيال يقول إنه هذا إنه بلنتي صحيح، لأنه المنتشري يقول إنه حرك يده بطريقة يعني وكان هو الوحيد في الملعب، وكان مفروض المدافع
المنتشر او غيره يعمل حساب انه في مهاجمين حوله. يعني انت رايك الشخصي اسمح لي لحظه ابو عنان، رايك الشخصي انه هي ضربه جزاء، راي الحكم كيال بانه هي انت رايك انه ليست ضربه جزاء، وراي كيال بانه هي ضربه جزاء. نعم، راي الاستاذ غازي كيال انها هذه المنتشري، راي الاستاذ غازي كيال ان ضربه جزاء صحيحه. انا في تقديري وما يزعل مني الشبابيه وان شاء الله اكون يعني راي محايد، انا اشوفها يعني ما ابغى اقول الحكم استخدم يعني مبدا التعويض، ولكن انا شفتها ما كانت ضربه جزاء، يعني على اساس انه المهاجم الشبابي كان مندفع من الخلف، والمنتشري يعني اتصور انه حركه يده كانت طبيعيه، ولكن هناك حكام عندهم خبره اكثر مني، ولكن هذا لا يمنع اني اقول عبد الرحمن العمري كان من 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 من, من نجوم المباراه، وحتى شفناه يوم مباراة الأهلي والنصر لازم البلنتيات، يعني كثير الحكام كانوا يعني ما يعطوا البلنتيات أهمية، البلنتيات بتغير مجرى لأنه البلنتي ما يجي إلا من خلال هجمة. طيب، أرجع للمباراة وأقول يعني الاتحاد طمننا كثير على مباراته الأربعاء القادم، وأكد أنه يعني يملك بدلاء من ربما يكونوا أفضل، يعني والاتحاد يعني لا يتأثر حتى في ظل غياب لاعب بحجم محمد نور. المهم اطمننا على الفريق الاتحادي في مباراة مهمة جدا حتكون مباراة الذهاب أمام تشومبوك الكوري في جدة الأربعاء المقبل. أبو سطام، الأداء الاتحادي، خلينا نروح من نفس المكان اللي توقف عنده أبو عنان. طبعا ما نبغى نهضم حق الشباب في الحديث عن المباراة، لكن نبغى نتكلم عن الاتحاد لأنه عنده مباراة الآسيوية القادمة وهي مهمة جدا من تشومبوك الكوري، ومنها راح يوصل للنهائي بإذن الله. الأداء الاتحادي اليوم كان مطمئن، كان مريح، خصوصا إذا أخذنا بعين الاعتبار أنه يلعب أمام الشباب صحيح، صاحب العلامة الكاملة، يلعب بدون اللاعبين الأربعة المؤثرين ويدخل المباراة بعد خسارة من الاتفاق وعودة من مباراة المنتخب ورهق لاعبين، ودائما هو البادئ بالتسجيل، هذه نقطة مهمة جدا. كان الشباب هو الذي يلاحق، وطبعا أنا أمسي على الأستاذ خالد قاضي صديقي العزيز، وأحيي الأستاذ غازي كيال على يعني كاتحادي طبعا أنه يقول أنه هذا هدف صحيح، يعني وشاهده من أهلي يعني، ولكن في الحق ما في مجال للمجاملة قطعيا. الاتحاد إن شاء الله حيكون عنده القوة والقدرة اللازمة، لكن حيكون أمامه معطيات أساسية لازم يراعيها ويهتم فيها ولا يستهين فيها، لأنه هو الآن أمام محاكاة للوصول للنهائي اللي إن شاء الله حيتمكن من الظفر فيه هذه المرة. لا يجب أن يتنازل عن أي سبب من أسباب الفوز، لا يجب أن يتراخى، لا يجب أن يشعر في لحظة من اللحظات أنه قد يكون هذا الفريق اللي أمامه أقل قيمة أقل مقدرة، يجب أن يتعامل مع هذه المباراة القادمة بأقصى حالات الاهتمام والحذر والحيطة والجهد. اللي احنا شفناه اليوم ما حيكفي بصراحة حتى يقدر يفوز في المباراة الأربعاء، حيحتاج جهد مضاعف. ديمتري الحقيقة أنا أعتبره ضرب 10 عصافير بحجر واحد اليوم لما أعفى الأربعة من المشاركة. أول شيء أعطى الفريق دفعة جديدة بأسماء جديدة بروح جديدة، مثل سبعان ما عليه يعني، نعم. لاعب رائع قادم صراحة. قادم يعني هو حيكون ما شاء الله تبارك الله. إيه الأهم أنه ريح الارتكازات الأربعة الأساسية اللي هي العمود الفقري وهذه حقيقة من أحد أسباب تراخي الشباب. أنا أتوقع لما نعرفه بشكل أو بآخر أنه العمود الفقري غائب وخلاهم يتراخوا في مباراة اليوم، ولا كانت فرصة ذهبية للشباب، لكن حقيقة الاتحاد اليوم استطاع أن يقدم ما هو الأفضل وحيقدم الأفضل إن شاء الله. أنا اليوم أبغى أشيد بصراحة بجمهور الاتحاد، يعني بصراحة أنا أعتبره هو نجم المباراة الأول. جمهور الاتحاد اليوم ما كان في مدرجات الدرجة الأولى فقط، أنا فوجئت بوجود جماهير غير عادية تشجع في الدرجة الثانية، يمكن لو المشاهدين انتبهوا أول مرة أشوف هذا المنظر بصدق شديد. عادة الجماهير تكون مرتكزة في مدرجاتها الأساسية، اليوم شيء جديد، ظهر مدرج جديد للاتحاد في مدرجات الدرجة الثانية، فتحية لهم. حنشوف، أنا أقول لك من الآن بطولة قبل البطولة يوم الربع القادم،
طيب ومن الجمهور اولا. احنا كنا الاول اتصل على الاستاذ عمر مهنا بس عشان احنا ما نكرر عندنا الكلام اللي ينقال في مكان ثاني، راح نقول لكم في المكان الثاني وش قال عمر مهنا وننقله لكم في برنامج مساء الرياضيه على القناه الرياضيه عشان ما يصير في تكرار، ننقل لكم المفيد. يقول خالد الحنيني من الرس، تحيه لك ولضيوفك ولمشاهدي ومستمعي كوره، شكرا لك خالد. في برنامج مساء الرياضية اتصل رئيس لجنة الحكام الكابتن عمر مهنا لتوضيح الأمر بعد أن تكلم الضيوف بالحادثة، وكان رده بمعنى على ذمة خالد الحنيني، أكد أن ضرب اللاعب لا يشترط تعمد أو غير تعمد، لأن الأخطاء العشرة لا تشترط التعمد إلا في حالة لمس الكرة باليد، أما الأخطاء التسعة إما أهمال أو تهور أو استخدام قوة مفرط، وحالة لاعب الاتحاد في ركلة الجزاء إهمال، انتهى كلامه. هذا اللي قاله عمر مهنا للزملاء في القناة.